بسم الله الرحمن الرحيم. معكم سمير العقيل، رئيس المكتب الجهوي للهيئة العالمية للتنمية والدفاع عن وحدة الوطن بجهة طنجة تطوان الحسيمة. اليوم كنتواجدوا بفندق كودور من أجل تجديد المكتب للفرع المحلي للهيئة العالمية للتنمية والدفاع عن وحدة الوطن بعمالة المضيق الفنيدق. وبهذه المناسبة كنبغي نشكر السيدة قمر أجبار الرئيسة السابقة للمكتب والمستشارة المهدية مهدية أحناش والمستشار السيد محمد الوجيه لما قدموه من مجهودات ونكرندات للمكتب سواء للمكتب الجهوي أو للمكتب المحلي خدمة للقضية الوطنية. كما أتمنى بهذه المناسبة التوفيق والسداد للسيدة الرئيسة الجديدة لهذا الفرع المحلي لعمالة المضيق الفنيدق الأستاذة نعيمة الشخيخم. وإن شاء الله احنا قررنا في شهر سبتمبر على إعداد مشروع للمكتب الجهوي للهيئة العالمية للتنمية والدفاع عن وحدة الوطن. وهذا المشروع هو عبارة عن برنامج سنوي للمكتب الجهوي للهيئة والذي سينصب على الذي سينصب كل أشغاله كما جاءت في كلمتي على تهيئ الناشئة وزرع فيهم روح الوطنية. نسأل الله التوفيق والسداد للجميع ونشكر جميع المنابر الإعلامية التي أبت أن تشاركنا هذا الحفل. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.